كل سنة من رمضان بينزل عدد من المسلسلات كبير جدا، وطبعا محدش هيتفرج على كل الكم الكبير ده من المسلسلات، فممكن اخرك تتفرج على 3 مسلسلات او 4. بس طبعا مع الاتجاه الجديد اللي واخداه الشركات وهو 15 حلقة، بقيت تقدر تشوف حاجات مختلفة كتير وعدد اكبر من المسلسلات. كل سنة رمضان بيجي فيها ببص على المسلسلات اللي نازلة وبلعب مع نفسي لعبة وحابب العبها معاكم رمضان ده. اي نعم السنة اللي فاتت خيشت مني في مسلسلات كتير، بس تمام. اللعبة بقى هو اني براهن على المسلسلات اللي ممكن تنجح واشوف انا قاري السوق قد ايه والجمهور بيحب ايه. يعني خليني اقولك على امثلة من رمضان اللي فات قبل ما نبدأ في رمضان ده. واحد من المسلسلات اللي شايف انها كانت ممكن تنجح والناس تحبها اللي هو تغيير جو لمنى شلبي، فرجت على اول حلقتين فيه ومعرفتش اكمله للأسف. على النقيض بقى مسلسل الهرشة السبعة والصفارة اللي حرفين كانوا احسن مسلسلين السنة اللي فاتت، مع مسلسل الوصية بتاع منى زكي اللي عمل نجاح باهر. وطبعا انا بتكلم عن نجاح الفكرة وتنفيذها بشكل جديد يكون فيها تحدي، لان اكتر مسلسل نجح السنة اللي فاتت زي ما احنا عارفين هو جعفر العمدة. بس ما هو سهل جدا اكون عارف ايه اللي بياكل مع الناس واعمله من غير ما اجرب شيء جديد يكون بيتحدان انا كفنان. وهنا المسلسلات اللي حققت نجاح وعجبتني عملت ده، جربت وحاولت، وحقيقي بحترم وبقدر جدا المسلسلات اللي بتعمل كده. خلوني بعد بحث وتدوير في المسلسلات اللي هتنزل وهم عدد كبير جدا هقول لكم ايه المسلسلات اللي مضمون نجاحها ده كده كده، وايه المسلسلات اللي هتكون الحصان الاسود بتاع 2024. واحب انت كمان تقولي في الكومنتات وتخمن معايا ايه المسلسلات اللي انت شايفها هتنجح في رمضان ده. وخليني اقول لك انا بختار المسلسل ازاي. اول حاجه دايما قبل ما بختار مسلسل ان انا هشوفه بيكون في عوامل مهمه، منها البطل اكيد واختياراته قبل كده، زي واحد انا بحبه جدا وبحب كل اختياراته وهو طارق لطفي، دايما بيتحدى نفسه في اختيارات جديده، من القاهره كيبل وجزيره غمام بعدها لمذكرات زوج، كل سنه بيختار شخصيه جديده يلعبها الناس ما تتوقعهاش منه، وزي كمان احمد امين. اما بقى العامل الثاني وهو المخرج، واكيد ابسط مثال على ده هو المخرج تامر محسن، اللي اكيد لو هيعرض مسلسل في رمضان وما تعرفش عنه حاجه هتخش تتفرج عليه وانت مغمض، لانه اكيد هيكون مسلسل متعوب عليه وفي فكره جديده تتقدم. وكاتب السيناريو كمان هو شيء مهم، ومريم نعوم هي اكتر واحده لو شفت اسمها على تتر مسلسل هتتفرج على المسلسل وانت عارف ان انت هتشوف حاجه كويسه. انا كده عرفتك على العوامل اللي بهتم بيها وبختار بيها اي مسلسل قبل ما اشوفه. خلينا نبدا القايمه اللي هما مش عدد كبير، هما 7 مسلسلات بس، دول اللي عندي احساس ان هما هيكون كويسين السنه دي ومختلفين عن بقيه المسلسلات التانيه. في منهم في الحقيقه مش محتاج ان اكون محنك او بفكر زياده، لان نجاحهم كده كده محتوم وانا حابب اشوفهم السنه دي. واول مسلسل اكيد هو الحشاشين لكريم عبد العزيز واخراج بيتر ميمي. في الحقيقه اول ما عرفت ان المسلسل هيتعرض ما حاولتش اعرف اي حاجه عن حسن الصباح ولا الحشاشين، وخليت نفسي بالمعلومات الطفيفه اللي عندي عن الحشاشين لحد اما اشوف المسلسل بعد كده اعرف قصه حسن الصباح والحشاشين كامله. فمن غير ما اطول بقى خليني اخش على المسلسل التاني واللي هو كمان 30 حلقه واكيد مضمون نجاحه، وان شاء الله كل اللي بعد كده يبقوا 15 حلقه. انا بقيت احب يا جدعان ال 15 حلقه قوي، رب المسلسل ده ما يعمل زي السنة اللي فاتت ويخيش التخيشة دي. وطبعا انت عرفت انا بتكلم على مين، كبير قوي. بصراحة متحمس السنة دي للكبير ووحشتني الكوميديا بتاعت ميكي. انا السنة اللي فاتت معرفتش اضحك يا جماعة، بس بصراحة الصفارة عامل احلى شغل. فخلينا نشوف كبير قوي هيعمل ايه السنة الجاية. هنخش بقى في الجد شوية وفي الحاجات التقيلة. المسلسل اللي بعد كده هو مسار اجباري، وخليني اقول لك السبب اللي خلاني اختار المسلسل ده ان انا ارشحه واتفرج عليه السنه دي هم حاجتين. اول حاجه للممثل الجامد جدا واللي شايف ان مستقبله باهر وهو عصام عمر، واستنوا حلقه جديده هتنزل الاسبوع الجاي خصوصا لعصام عمر كتر ما هو ممثل جامد قوي وجايب قوه. والسبب التاني بقى هو المخرجه نادين خان اللي حبيت افلامها جدا اللي هي عملتها زي هرج مرج وابو صدام وكمان مسلسل سابع جار. متحمس للمسلسل جدا وحابب اشوف ايه اللي هيجرى فيه. اللي يحتاج تعرفه عن المسلسل ان هو درامي واحداثه مليانه بالاثاره والتشويق، واللي بيحكي عن حسن وحسين اللي اكتشفوا سر خطير هيغير حياتهم للابد. طبعا مش محتاج اقول لك اني مستني اشوف اجواء المسلسل والمباراه التمثيليه بين داش وعصام عمر.
والمسلسل اللي بعد كده هو بدون سابق انذار لآسر ياسين ومن اخراج هاني خليفة. وفي الحقيقة متحمس ان اشوف التجربة دي لان آسر ياسين دايما اختياراته بتكون جديدة ومختلفة، وحابب كمان طبعا اشوف هاني خليفة في دراما ومسلسلات رمضان اللي اكتشفت ان ما اتفرجتلوش غير على مسلسل واحد وهو ليالي اوجوني، فمتحمس ومستني. بس للأسف المسلسل معلهوش معلومات كتير وحاسس ان هو ممكن ما ينزلش السنة دي. نيجي بقى للمسلسل اللي بعد كده وهو رقم 5، وهو مسلسل امبراطورية ميم لخالد النبوي. افتكرت ان المسلسل ده باحتمال كبير جدا ان هو يكون 30 حلقة، بس تمام يعني دراما عائلية لطيفة بسيطة فما فيش مشكلة. المسلسل بيتشابه كتير قوي في حاجات من راجعين يا هوا، زي المخرج واختيار القصة عائلية بسيطة، واختيار العمل كان كاتبه كاتب كبير قبل كده او رواية زي اسامة انور عكاشة في راجعين يا هوا، وامبراطورية ميم لاحسان عبد القدوس. بصراحة التركيبة كانت ناجحة وحلوة، اتمنى انها تتكرر السنة دي برضو بشكل جميل ولطيف. وبصراحة كانت اكتر عجباني في مسلسل راجعين يا هوا هو التتر، واللي هتنزل حلقة قريب جدا لأحسن تترات رمضان أنا حبيتها وسمعتها. فمسلسل امبراطورية ميم هديله فرصة وأتمنى ان هو يكون لطيف. والمسلسل اللي بعد كده اللي متحمس له جدا وعندي أمل ان هو يكون حلو وما يخيش، وهو لحظة غضب لصبا مبارك ومحمد شاهين اللي راجع بقوة، واللي أنا مبسوط له جدا بده، وكمان بيشاركهم علي قاسم وسارة عبد الرحمن. المسلسل كمان من اخراج عبد العزيز النجار اللي كان عامل مسلسل حالة خاصة من فترة قريبة واللي نجح جدا، ومن تأليف مهاب طارق اللي كتب جعفر العمدة. في الحقيقة انا حابب جدا اشوف التركيبة دي هتكون عاملة ازاي، واشوف افكار مهاب طارق من خلال فكرة جديدة، وبعيدا برضو عن ان هو اسمه شبه اسمي بس انا متفائل برضو. والمسلسل في الوقت الحالي وانا بسجل الحلقة منزلش عنه اي اخبار، وده شيء محسسني ان هو ممكن يتأجل، بس خلينا نشوف. اما بقى المسلسل اللي بعد كده هما اتنين محتار فيهم جدا، شبه بعض في عوامل كتير، بس في الحقيقة حاسس ان في واحد فيهم هينجح والتاني هيخيش بس معرفش مين. والمسلسلين اللي بتكلم عنهم هما مسلسل خالد نور وولد نور خالد، والمسلسل التاني اشغال شقة. مش عارف، في الحقيقة كل واحد عنده مسببات النجاح من المخرج او الكتابة او حتى التمثيل، اذا كان محمد امين اللي الكوميديا بتاعته جامدة جدا وبحبها، او خالد دياب اللي كتب افلام كتير جدا مهمة لاحمد حلمي. مش عارف احدد، بس في الحقيقة انا ميال اكتر لمسلسل شيكو. انت كمان قولي متوقع مين فيهم اللي ممكن ينجح، وحابب اعرف من المسلسلات اللي انا قلتها دي هتتابع ايه، ولو شايف ان في مسلسل بيقدم حاجة جديدة ومختلفة انا ما قلتوش فحب تقولهولي برضو في الكومنتات، واستنوني في حلقة جديدة الاسبوع الجاي.